السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة، نرحب بكم في مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله هناخد مع بعض مراجعة. هنبدأ كده بالقصة، من قصة نوح جارية. أكمل: انتقل نجم الدين إلى نقط بعد الانتصار على بدر الدين لؤلؤ. طبعا احنا عارفين عندما انتصر نجم الدين على بدر الدين لؤلؤ ذهب إلى حصن كيفا. السؤال رقم 2: يرجع الفضل إلى نقط في استعانة نجم الدين بداوود. يعني سؤال كده من ناحية أخرى: مين اللي أشار على نجم الدين الاستعانة بداوود؟ طبعا كانت شجر الدر. السؤال رقم 3: تمنت شجر الدر أن يطير بها الهودج إلى قلعة الجبل، فلماذا؟ لتحاسب سوداء بنت الفقيه وتجازيها قبل أن تفلت. هناخد بعد كده إن شاء الله القراءة من موضوع قصة أثر. اقرأ ثم أجب. اهتم بها سلاطين وحكام مصر على مر العصور التاريخية، ففي العصر المملوكي اهتم السلطان خسرو الغوري بالقلعة اهتماما شديدا، وزاد من قوة حاميتها وشحنها بالسلاح والعتاد. السؤال رقم ألف: هات من الفقرة السابقة معنى اعتنى ومفرد اعتدى. معنى اعتنى أي اهتم، مفرد اعتدى عتاد. سؤال رقم ب: لماذا اهتم حكام وسلاطين مصر بقلعة قايتباي على مر العصور؟ لأنها من أهم القلاع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. سؤال رقم ج: أكمل. تقع الكنيسة المعلقة في حي، كلنا عارفين في حي مصر القديمة، وهي على مقربة من جامع عمرو بن العاص. رقم د: دلل على مكانة قلعة قايتباي كمنطقة أثرية، محدش يتلخبط في السؤال ده، حيث يأتي لزيارتها السائحون من مختلف بلدان العالم. السؤال اللي بعد كده: النصوص من نص عباد الرحمن، اقرأ ثم أجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. ألف: فسر قوله تعالى هونا ثم هات مفرد عباد. نعرفين إن هونا معناها سكينة ووقار، طب المراد بها إيه؟ التواضع. ثم هات مفرد عباد، مفرد عباد عبد أو عابد، الاثنين صواب. السؤال رقم ب: في الآيتين بعض صفات عباد الرحمن، عايزين نذكر من الآيتين اللي احنا شايفينهم قدامنا بعض صفات عباد الرحمن. أول حاجة بيقول لي: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ده معنى ده إيه؟ يمشون على الأرض هونا، يبقى أول صفة التواضع. طيب بعد كده: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يبقى هنا الصبر على الإيه؟ على الأذى. وبعد كده: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي المداومة على قيام الليل خاشعين لله في السجود والقيام. رقم ب: ما الجمال في قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، وما علاقتها بما قبلها؟ هنلاقي أن الذين يمشون على الأرض هونا ده تعبير جميل يدل على تواضع عباد الرحمن الدائم، علاقتها بما قبلها تفصيل بعد إجمال. ما شروط التوبة الصادقة؟ عندنا من شروط التوبة الصادقة لابد من الندم والرجوع عن المعصية. بعد كده لابد من الإيمان الصادق، ولازم يكون الإيمان الصادق مصحوب بالعمل. السؤال اللي بعد كده من نص الكتاب، اقرأ ثم أجب.
أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا. ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. الصحاب دي جمع كلمة إيه؟ كلمة صاحب. إذن الصحاب جمع ومفردها صاحب. مرادف بدل أي غير. مضاد عبته مدعته. السؤال رقم باء، ماذا وجد الشاعر في صحبة الكتاب؟ يعني إيه اللي خلى الشاعر كده يسيب الصحاب ويتركهم ويبدلهم بالكتاب؟ لأن الكتاب أفضل صديق، فهو يتصف بالوفاء الذي لا يجد عند الأصدقاء، ولذلك اتخذه بديلا عن الأصحاب. وأيضا الكتاب لا يبحث لصاحبه عن عيب، سواء عابه صاحبه أو لم يعبه. السؤال اللي بعد كده رقم جيم، بدل بالكتب الصحابة ولا بدل الكتب بالصحاب؟ أهل أفضل؟ هنلاقي إن التعبير الثاني أفضل. ليه؟ لأن حرف الباء يدخل على المطروق. السؤال رقم ده، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، ما الجمال في التعبير السابق؟ أول حاجة هنلاقي هنا الاستثناء والنفي، إذن ده أسلوب توكيد. وبعد كده ده تصوير للكتاب بالصديق الوفي المخلص. ثالثا النحو، كان شوقي أمير الشعراء يتميز بالوطنية الصادقة وصفاء النفس وروعة الخيال، فحبذا قصائده التي تغنى بها في حب مصر وتاريخها المجيد ونيلها العذب، فتلك القصائد يا شعراء مصر مثال تحتذون به. ألف أعرف ما تحتوي خط. عندي كلمة الصادقة، أبص كده على الجملة هلاقي قبلها كلمة معرفة اللي هي الوطنية، ولو قلت ما صفة الوطنية هلاقي إن هي صادقة، إذن على طول الصادقة ده نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. احنا عارفين إن النعت يتبع المنعوت. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة مصر، لو بصينا للي قبلها هنلاقي بيقول لي ايه، تغنى بها التي تغنى بها في حب مصر، هنلاقي ان كلمه مصر وضحت الاسم النكره اللي قبلها، اذا على طول مصر هنا مضاف اليه مجرور وعلامه جره يا اما الفتحه او الكسره. ليه؟ لان مصر هنا ممنوع من الصرف للعلميه والتانيث، واحنا عارفين ان ممنوع من الصرف بيجرب الفتحة. طب هنا تجرب الفتحة وعلامة جرها الفتحة أو الكسرة. ليه؟ لأن هنا العلمية والتأنيث العلم الثلاثي المؤنث ساكن الوسط زي مصر وهند يجوز فيها الجر منعها من الصرف أو صرفها. طيب المثال اللي بعد كده كلمة مثال، تعالوا كده نبص للجملة، فتلك القصائد يا شعراء مصر مثال تحتذون به، هنلاقي إن كلمة مثال هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب رقم باء، ندخل بقى على الاستخراج، أخرج من الفقرة السابقة بدل، تعالوا كده ندور على بدل، أيوه فتلك القصائد، أنا عندي معرف بالألف واللام جه بعد اسم الإشارة يعرب بدل، بس طبعا بشرط لو احنا شلنا أو حذفنا اسم الإشارة والجملة لم تختل المعنى، إذن على طول القصائد هنا بدل. طيب عايز أعربها بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إن احنا عارفين
إن البدل أيضا من التوابع. طيب السؤال اللي بعد كده، عايز ممنوعين من الصرف لعلتين مختلفتين. تعالوا كده نبص مع بعض كده في القطعة، هنلاقي أول كلمة أيوة اللي هي شعراء. ليه؟ شعراء بتنتهي بألف تأنيث ممدودة، إذن دي أول كلمة. طيب تاني كلمة أيوة كلمة مصر. ليه؟ للعالمية والتأنيث. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي استخرج منادى وبين نوعه. تعالوا كده ندور على أداة نداء ونشوف المنادى اللي بعده، هنلاقي يا شعراء مصر. أيوة طيب فين المنادى؟ كلمة شعراء الكلمة اللي بتيجي بعد أداة النداء. طيب عايز أبين نوعه، تعالوا كده نشوف كده، هنلاقي شعراء مصر، يبقى كلمة مصر هنا مضاف إليه، إذن على طول المنادى هنا نوعه مضاف. بعد كده بيقول لي استخرج أسلوب مدح وبين المخصوص بالمدح، يبقى ندور يا إما على نعمة أو حبذا ونشوف اللي بعدها. أول حاجة بيقول لي فحبذا قصائده، إذن أسلوب المدح على بعضه فحبذا قصائده. طيب فين المخصوص بالمدح؟ أيوة كلمة قصائده، طبعا تعرب إيه؟ تعرب مبتدأ مؤخر وجوبا. السؤال اللي بعد كده، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب الخطأ. يا أيتها الطبيبة أنت رمز المحبة، المنادى هنا إيه؟ الطبيبة، طبعا خطأ. ليه؟ لأن احنا قلنا إن المنادى اللي بيجي بعد أداة النداء على طول. طيب فين المنادى هنا؟ كلمة أيته هي اللي جت بعد أداة النداء، طبعا بيعرب منادى مبني على الضم في محل نصب. طب كلمة الطبيبة تعرب إيه هنا؟ طبعا احنا عارفين اللي بيجي بعد أيها أو أيتها بيعرب نعت إذا كانت مشتقة وبدل إذا كانت غير مشتقة. سؤال رقم 2 بيقول لي أعجبتني الوردة رائحتها، رائحتها هنا بدل اشتمال، طبعا صح. بعد كده السؤال رقم 3 أصلي في المساجد الجامعة، كلمة المساجد مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، طبعا هنا خطأ. ليه؟ لأن المساجد هنا هي ممنوعة من الصرف صحيح على وزن مفاعل، ولكن عرفت بالألف واللام، خلاص وإحنا عارفين إن الممنوع من الصرف بيجر بالفتحة إذا لم يكن معرف بالألف واللام أو لم يكن أو إذا لم يكن مضاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.